مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. سينجي موزايك موزايك راديو راديو في تونس معناها برستيجيو وانا العود تاعي برستيجيو وانا نشكر موزايك اللي جات وتفضلت وكانت هي السباقه بين الاذاعات باش فهمتني ولا وصلت صوت هال 120 كيلومتر بدون توقف للشعب التونسي لكل الفئات والبروباغاسيون وقعت برشا وصدى باهي تقريبا من 15 سبتمبر الى 18 في صفاقس الى 18 سبتمبر في جزيره جربه 120 كيلومتر 75 ساعه اكيد تحدي جديد. نعم تحدي مش جديد برك ما تحدي خارق العاده يعني تاريخي في 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 في, في لي جانال نتاع الرياضه العالميه بكل اصناف راهو. شنو المساج تاعك في الرحله هذه؟ قبل المساج باش نقول لك اللي انا طيحت الرقم القياسي العالمي فهمتي ولا 55 ساعه وانا قاعد واقف على ساقية توا في الماء بعض خطوات تفصل لي على الجزيره باش نكملها والوقت هذاك معناها تو وصلت 77 ساعه يعني بعيد عن الرقم القياسي العالمي برشا بعدت عليه 20 ساعه وقليل انا نتصور اللي طلعت البار تقعد سنوات ديما تقعد تونس شدت. شنو قلنا المساج تاعك للرساله؟ مساج اللي مريض بقلبه يقول انا نجم نكون طبيعي ومباشر لاني انا عملت عمليه على القلب فهمتي ومن با معناها اموا الطبيب نشط لي عضله كانت في سبات في قلبي وكشفت معناها اش عملت دونك وراء الغيوم اللي يشوفها المريض هذا فما شمس ساطعه يلزم يبدل نمط حياته ويلزم ياخذ ثقه ويلزم يوقف على ساقيه. هذا المساج الاولاني بالنسبه للشباب نقول له انجز انا انجزت انا ركزت على الطاوله حاجه ثمينه حاجه باهيه لتونس فهمتي ولا معناها ساطعه ما فيهاش كلام وبرك فما كل شيء فهمتي الفعل انا جسوي انوم سبستانسيال يلزم الشباب يكون سبستانسيال. انا كي نقول اش عملت نقول طيحت رقم قياسي عالمي نتاع 55 ساعه و15 دقيقه. شنو التحدي الجاي ان شاء الله؟ التحدي الجاي تو انا في الماء ما نجمش نقول لك اما نقول لك شو نقول. نقول انا فنان بدي هو اللي يقول لي وقت يجي وقت باش نرسم حاجه في البحر نرسمها كيما نحب وراو تصوروا الرسم تاعي باش يكون مؤلم للابطال العالم كل مره مؤلم جدا.